هذا وشهدت محافظة السليمانية سيول قوية أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة في المواطنين والبنى التحتية، كما شهدت أقضية عدة في محافظة البصرة غرق لأغلب مناطقها جراء غزارة الأمطار ووصول سيول جارفة من إيران، والتي تأثرت بها أيضا قرى تابعة لمحافظة ديالى وواسطة، ما أجبر الكثير من المواطنين إلى ترك أماكن سكنها واللجوء إلى أماكن أكثر أمنا. وتشهد أغلب المحافظات العراقية موجة أمطار، ما دعا خلية الأزمة إلى اتخاذ إجراءات تحد من تأثيرها وتحفظ سلامة المواطنين.